اهلا بكم من جديد. دايما في الصيف كده بنلاقي ان الامهات تفضل تاخد بالها من ولادها وتقول لهم بلاش علشان برد الصيف وحش، بلاش عشان الفيروسات بتكتر في الصيف. ما بنبقاش عارفين ليه الفيروسات بتكتر في الصيف مع ان الجو بيبقى حلو وما بيبقاش فيه تعرض كبير لنزلات البرد، ما بنبقاش فاهمين القصه كلها جت منين. هل فعلا في علاقه مشتركه بين انتشار الامراض المعديه وارتفاع درجات الحراره؟ هل ده فعلا حقيقي وارد؟ هم مش كانوا قالوا وقت كورونا ارتفاع درجات الحراره بيقتل الفيروسات وبتاع؟ طيب هي في تفاصيل كتيره واسئله كتير هجاوبنا عليها دلوقتي بالتفصيل. طبعا ضيفنا الدكتور عبد اللطيف المر، استاذ الطب الوقائي والصحه العامه بجامعه الزقازيق. صباح الخير عليك يا دكتور. يا صباح الفل يا شاذلي، صباح الخير يا منى. منورنا يا دكتور. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل والياسمين. هل فعلا الامراض المعديه بتنتشر في الصيف اكتر؟ يعني لو عايز اجابه سريعه مختصره قاطعه، لا خالص، غالبا انا معاك. ما انا اقول لك غالبا نقول بقى بالتفصيل شويه. يعني دايما العلماء بيقولوا الظاهره الطبيعيه اللي هو التوازن البيئي. اولا في امراض بتنتشر في الصيف وفي امراض بتنتشر في الشتاء، وده بطبعها. يعني مثلا الانفلونزا بطبيعه زي ما حضراتكم قلتوا بايه كانت في الشتاء وكنا متوقعين لو جه الصيف الكوفيد 19 اللي كلنا حفظناها هتختفي قليلا. اذا في امراض في الشتاء طبيعي، وبالتالي لو الصيف جه دي هتختفي. والعكس صحيح، زي الاسهال. الاسهال احنا ما بنبصلوش بدرجه كبيره جدا مع انه من اكثر الامراض خطوره وانتشارا في جميع انحاء العالم. الاسهال تقريبا كل سنه بيقرب من 1.5 الى 2 مليار حاله، يعني ربع سكان العالم وخاصه من الاطفال كتير جدا بيصابوا بالاسهال. بيموت تقريبا 1.5 مليون حاله اسهال، والاسهال بيجي غالبا اسهال معوي في الصيف. يعني الاجابه البسيطه فعلا اكثر الامراض المعديه بتنتشر في الصيف. ارتفاع درجه الحراره له تأثير، له تأثير، لأنه بيخلي معظم الجراثيم والبكتيريا والفيروسات بتبقى مصحصحة شوية وبتشتد في الصيف. اللي هو بيسموه الحاضن بتاعها بيزداد في الصيف. التكاثر بتاع الفيروسات والجراثيم بتزداد في الصيف. ده بالنسبة للفيروسات والجراثيم. طب الناحية التانية هتلاقي البشر بتقل مناعتهم شوية في الصيف، لانه في الصيف يعني هيقعد بقى وانتوا عارفين يعني مش هنزود في انما بتقل المناعه قليلا قليلا، لو كان طبعا مفيش مكيف، مفيش درجه المراوح والحاجات دي. وكمان فده المناعه مع قوه الفيروس او قوه البكتيريا بتدي بيئه حاضنه للامراض المعديه او كثير من الامراض المعديه، لانه طبعا في امراض مخصصه في الشتاء وبالتالي بتزداد غالبا. احنا بنلاقي لما بيجي فصل الصيف حشرات كتير بتبقى مش موجوده في الشتاء بتظهر، النمل بيزيد. صحيح. حشرات، هل ممكن الحشرات دي مثلا تكون هي اللي بتنقل الامراض؟ طبعا الحشرات، الملاريا اقول لك على سبيل المثال. الملاريا بكل البعوض بانواعه من اخطر الامراض على وجه الكره الارضيه، ومنسي مرض الناس فاكراه بتاع زمان، لا، لغايه النهارده الملاريا. حتى كان لسه في بحث من حوالي اسبوعين في المجله الشهيره نيتشر بيهدد ان في نص سكان العالم بنهايه القرن، يعني في خلال 80 سنه البعوض ده هيصيب حوالي 4 مليار واحد. لما تجمعهم كده خلال السنين وخلال كل حاجه وخلال الدول كلها يبقى 4 مليار شخص هيصابوا بالبعوض. الدنج فيفر لوحدها يمكن 300 مليون او من 300 ل 400 مليون في السنه، الدنج فيفر بس. الملاريا حوالي 200 مليون، وبالتالي زي ما حضرتك تفضلتي البعوض بينتشر في الصيف. عشان كده بطالب كل اللي بيشوفونا دلوقتي في الفضائيه المصريه ان هم ياخدوا بالهم من تجمعات المياه في البيت، حتى لو تجمع صغير، لو عنده جنينه ياخد باله جدا، ما يخليش اي بقايا مياه او بقايا الري. اللي بيربي زرع في بيته، ودي حاجه جميله بالمناسبه، يعني اللي بيربي الاصاري الزرع داخل البيت جميل جدا، ولكن ياخد باله منها، ما يخليش اي بقايا وما يسمحش باي تكاثر للبعوض او النمل او زي ما تفضلت. طيب وحضرتك ذكرت احصائيه مرعبه شويه في موضوع الاسهال، في موضوع الاسهال ده والمغص اللي بيجي للاطفال وانتشاره مع فصل الصيف. احنا عارفين انه الصيف يعني بطيخ، هل ممكن حد بقى، لان انت قلت دلوقتي ان في ناس ممكن يجي لهم اسهال فعدد الوفيات يرتفع. صحيح. هل ده معناه ان حد ممكن ياكل بطيخ و لا هو تنتهي حياته مثلا؟ يعني خلينا نقول الكلام العلمي ان الاسهال بسببه امراض، يعني البعوض، الاوقاس في البكتيريا، الجراثيم، الحاجات زي كده. دي الاسباب. لكن
سمعنا، لكن ما بتكلمش بقى عن طريق علمي مؤكد ان بعض الناس بتحقد البطيخ، بعض الناس انما انا اقول كطبيب لو البطيخ ملوث، لو البطيخ اتساب في الهواء يعني من غير حمايه، اتساب في بره في بره الثلاجه، دي حاجات اي اكل بالمناسبه لو اتساب من غير حمايه هتبقى الدرجه بقى البيئه الحاضنه، احنا بنتكلم في حر وسكريات هتتخلي عشان كده بننصح الطفيليات تشتغل حتى الاكل بالذات المطبوخ يتعان في درجة حرارة التلاجة مش برة. يعني حضرتك فاضل أكل مثلا وكلنا بنعين تاني يوم وتلات يوم، ما حدش فاضي لا فلوس ولا شغل، وسبت البيت بالذات مننا أنا عارف يعني وبالتالي أي بقايا ماشي، بس فور أن حضرتك تنتهي من الطبيخ عيني الكمية اللي فاضلة في التلاجة، ما حدش يقولي ما بعملش كده لانه ده خطر. فعلا ممكن يؤدي الى الاسهال، لانه البكتيريا هتبقى مبسوطه جدا بقى، ما هو البكتيريا الاكل المطبوخ ده بعد مثلا ساعه او اتنين درجه حرارته مش هتبقى 100 ولا 80 ولا 70، هتوصل لغايه 8 او 10 درجات، ودي بيئه جميله جدا للبكتيريا والفيروسات، وبالتالي بقاء الاكل موجود في درجه حراره الغرفه ده خطير، مع انه شوفي امر سهل، اخطر من البطيخ واخطر من البكتيريا واخطر من الفيروسات. في حاجات بسيطه جدا نقدر نعملها في البيت وتؤدي الى السلامه من الحاجات دي. دكتور ساعات بنبقى احنا السبب، يعني حاجه اتشالت في الفريزر وبعدين خرجناها تفك، بعدين ما استخدمناش كلها فدخلناها الفريزر تاني وبعدين خرجناها تاني تفك، فكره ان احنا نعمل لها تجليد وبعدين ديفراستنج رايح جاي. لو قلت لك الصحيح الناس اللي بتسمعني وتشوفني هتضربني، لانه المفروض فعلا يبقى مره واحده، يعني اللي تاخدي تطبخي الكميه اللي انت عايزاها، يعني ستات البيوت ما يزعلوش مني، تطبخي الكميه، لو اضطريتي بقى يبقى يوم او اتنين، واذا اضطريتي انا شخصيا بحطه في الفريزر صراحه، يعني اي ليفت اوفر اي بقايا بحطها في الفريزر، لانه الفريزر انت ضامنه ناقص ماينس، ما دام ماينس يبقى ضد البكتيريا وضد الفيروس ودرجه حراره كويسه، حتى لو كان اقل في الطعم سنه لكن اكثر صحه وهيعيش زي ما انت عايزه، يعني انا بعمل كده حقيقي، الصبح حقيقي يعني الدكتوره في مسافره في كندا، فالمهم عملت ايه الصبح، خدت الاكل من الثلاجه ومن 10 ايام بس في الفريزر، خدته حطيته فين بقى جوه الثلاجه يعني، بس نزلته من الفريزر نزلته من الفريزر الى الثلاجه، مش اخده من الفريزر احطه بره لانه احتمال اقعد 5 6 ساعات. ده هينطبق على المجمدات كل حاجة، سواء بقى بروتين سواء كل حاجه، ما تسيبيش حضرتك حاجه بره الثلاجه خاصه في الصيف. طيب ايه اكتر الامراض اللي بتنتشر مع ارتفاع درجات الحراره؟ الاسهال اكتر حاجه. تمام. الاسهال بتحصل امراض الجهاز يعني القلب، بس يعني بتكثر ولكن مش زي في الشتاء. يعني امراض القلب يعني لو قلنا درجه حراره معتدله ده احسن حاجه، في الصيف هتزداد شويه امراض قلبيه، لكن في الشتاء برضو بتزاد اكتر عشان بيبقى الشغل جامد على ضيق الشرايين وضيق الاورده، فالقلب بيشتغل اكتر. طب لكن الامراض المعديه الامراض التنفسيه بتزيد جدا، الامراض المعديه بتنتشر جدا، غالبيه منها بتنتشر لانه البعوض والدبان و و و، عشان كده يمكن الحفوري الوقود الحفوري او الاحتباس الحراري احنا بنحذر منه ليه وبنقول انه خطير جدا ليه، لانه الاحتباس الحراري درجه الحراره بتاعه الكوكب بترتفع، درجه الحراره بتاعه الكوكب بترتفع ليه؟ لانه الوقود الاحفوري يعني اللي هو غالبا النفط والفحم والغاز، اما الناس البشر بيستخدموهم بتطلع الميثان وثاني اكسيد كربون غالبا، وتبقى داخل الغلاف الجوي، يعني زي ما يكون في بطانيه كده منع الغازات دي انها تخرج بره الارض، وبالتالي بتخلي الكرة الارضيه مرتفعه، وعشان كده العلماء خايفين من ارتفاع الامراض المعديه، ارتفاع الطفيليات امراض الطفيليات، ارتفاع الجفاف هينتشر جدا لانه درجه الحراره لما ترتفع البحيرات والامطار والانهار بيحذرونا باشياء مخيفه جدا، هيحصل جفاف، وفي المقابل قد يحصل حتى في مناطق ثانيه امطار وفيضانات، لانه اللي فيها مياه هتتبخر اكتر ويحصل فيضانات وبالتالي تؤدي الى كوارث. فارتفاع درجه الحراره اذا كنا بنتكلم عن الكون واذا بنتكلم على الاحتباس الحراري طبعا في مخاطر صحيه جامده، زي ما قلنا الجفاف، زي ما قلنا عمليه عكسيه العواصف والامطار، وكمان الجوع، لانه الجفاف بيؤثر على الاغذيه، مش بتطلع المحاصيل كويس، بتموت، واظن كلنا بنعاني بعض السنين لما بنلاقيش طماطم ما نلاقيش فواكه،
علشان ارتفاع درجة الحرارة. فتأثير درجات الحرارة وخاصة لو كان من الاحتباس الحراري بيبقى سيء جدا على البشر سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. بيبقى سيء على البشر ولكن ما بيبقاش سيء على البكتيريا والفنجاي وغيرها. يعني احنا بنلاقي ان بعض الامراض زي الحصبة انت قلتي كلام مهم جدا، والحاجات اللي هي شبه على حاجة جدا بنلاقيها منتشرة بين الاطفال وكمان ساعات الكبار في يعني الفترة. خليني اقول كويس وسؤال جميل بس اختلف معاكي في الاجابة، مش جميل قوي لانه دايما الحصبة والحاجات دي بتتوقف على احنا خدنا التحصين ولا لا. أيوة. يعني لو خدنا التحصين درجة الحرارة ارتفعت، ما ارتفعتش غالبا الحمد لله بتبقى سوليد اميونيتي بتبقى تمام التمام. انما ارتفاع درجات الحرارة فعلا بيؤدي الى نشاط معظم البكتيريا ونشاط معظم الجراثيم، بيزود درجات الحرارة. لكن في المقابل بعض الحاجات لا، زي ما قلنا الانفلونزا، وبالتالي المحصلة بتزداد. لكن في بعض الكائنات الحية بتنشط وفي الصيف وبعضها بيضعف في الصيف، لكن النهاية لا أكثر خطورة الصيف. طيب هل نتوقع ظهور مثلا متحورات جديدة للفيروسات بسبب ارتفاع درجة الحرارة؟ كبير جدا، لأنه يعني ربنا خلق التوازن البيئي ده مهم جدا. البيئة النبات بيطلع وتطلع حيوانات ضخمة جدا والضخمة، القانون بتاع الغابة القوي يأكل الضعيف، ده توازن بيئي احنا ما نعرفوش إلى حد كبير. يعني النبات قصدي الحيوانات، بعض كتير من الحيوانات بتتغذى على النبات وبالتالي بتحتفظ بدرجات الحراره والميثان وثاني اكسيد الكربون والاكسجين، كل التنوع الفظيع ده والتوازن بين البيئه والحيوان والنبات ده مهم جدا. اختلال التوازن ده طبعا بالطبع ممكن يؤدي الى ظهور بعض الحاجات اللي بيحذر منها كتير من العلماء. دكتور يعني لسه في بحث من اسبوع واحد بس انا حقيقي مش عايز اقوله لانه دايما العلماء بيتكلموا بعيد عن المنطقيه، بيحذر جدا من الاختلال في التوازن البيئي وارتفاع درجه الحراره وهيهدد الكوكب والكويكب. كفايه بقى، انا مش عايز اقول لهم كفايه تهديد، كفايه لسه ما طلعناش من كوفيد 19. طيب دكتور، احنا بنقول ان لما بناخد فاكسين وبناخد تطعيمات اكيد ده بيؤدي لكسر الحلقه اللي يعني دوره الحياه صحيح. اللي بتبقى خاصه صدق. بالفيروس، لكن صدق. لما بنقول الوقايه اللي نقدر نعملها احنا، التطهير والتنظيف، بحيث ان احنا نعمل ايه ما يبقاش برده زياده، لان احنا لما بنبالغ في استخدام المنظفات بنأثر على البيئه، بنأثر على صدرنا، بنأثر على الاطفال، أقول لك على مش عارفين نعمل تخيلي إيه؟ منظمه الصحه العالميه والسي دي سي الامريكي دول اكثر ناس، السي دي سي اكبر مراكز في العالم كله للسيطره على الامراض، اكثر من حوالي يمكن 100,000 متخصص فيها. ده بيقول هو مع منظمه الصحه العالميه دبليو اتش او بيقولوا ذا موست سنجل بريفنتيف ميجر ايه هو؟ الصابون. مش برافو عليك، برافو عليك يا من، الميه والصابون، قولوا ده احسن مطهر واحسن وسيله وقائيه في العالم كله. الطريقه البدائيه الغسيل او غسل الايد بالميه والصابون لمده لا تقل عن 30 ثانيه وبانتظام، ولازم نعمل كده، لازم يبقى كده، لازم من مستعجلين احنا دايما لا والا هتبقى تزود طين مش تغسل فلازم من 20 الى 30 ثانيه مع الدعك وتحط في الاصابع كده وتعمل كده وبعدين تنشف الايد. تخيلي الحاجه البسيطه دي على الاقل، يعني هو يقال ده ذا موست امبورتنت بريفنتيف ميجرز. وبالتالي واحد الغسل الايد، النظافه، اتنين زي ما تفضلتي ان احنا الاتيكيت بتاع اللي احنا كلنا حفضناه عشان الريسبيراتوري ديزيز، ايه بتشاوري او تكوني متشاوري بيعمل حاجه غلط، لا 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 بتغسل ايدك والله فالحاجات دي والتحصينات مهمه جدا في اي ساعه ما الدوله تقول لك تحصين او كامب او معسكر لازم كلنا نعمل، والتحصينات بالذات للاطفال الصغيرين لازم كلنا ناخد التحصينات. طب الاسطح، يعني احنا اتكلمنا عن الايدين، هنعمل ازاي الاسطح؟ لسه الاكل المباشر، ما هو عشان تزودي مناعتك لازم تاكلي اكل متوازن وتاخدي اكل متوازن، اكتر حاجه فواكه وخضروات. واظن كلنا حافظين الحمد لله الفاكهه المصريه والخضار المصري في الصيف هايل، ويعني كلنا سافرنا بره وعرفنا ان الفاكهه المصريه صحيح. بالذات والخضار اطعم من اي حاجه بره، وبالتالي انا بنادي الكل ياخد الطبق الصحي اللي هو فيه الفاكهه والخضار والدوشه دي. يبقى هنزود المناعه، هننام 7-8 ساعات، ونقلل طبعا مفيش تدخين مفيش كحوليات، والا لو عملنا 6-7 حاجات دول بنزود المناعه، هتزود المناعه هتقدري تحاربي الفيروسات وتحاربي الميكروبات، تقدري تتغلبي على كتير من
أبراد الصيف، وأهم حاجة في الصيف بقى أن ياخد من 8 إلى 10 أكواب من الماء لو حضرتك في بيتك، لو في مكتبك. لكن لو أنت بره وبتشتغل بره أو سايق عربيتك، كل ساعة كل ساعة بره البيت تزود كمان كوباية. احنا بنقول من 8 إلى 10 لو أنت قاعد جوه البيت أو جوه حاجة مكيفة، إنما لو بره يبقوا 20 كوباية ماء في اليوم ممكن توصل فعلا. وده مطلوب، لأنه أولا لما تشرب مية كتير هتضطر تروح الحمام، هتروح الحمام يعني هتتحرك. ده حاجات مطلوبة زي الطيارة بالذات، يقول لك اشرب مية كتير في الطيارة، هتقول له أنا هروح، يقول لك أنا عايزك تروح الحمام علشان تتحرك باستمرار والدورة الدموية برافو عليك، وتمنع ما يعرف بالديب فينوس ثرومبوزس في خاصة الايكونومي كلاس. طيب احنا ككبار هنعرف نعمل الحاجات اللي حضرتك قلت عليها، بالنسبة للأطفال الصغيرين نعمل معاهم ايه؟ انت اللي حضرتك هتعملها لهم، ما دي مهمة جدا. ده انت قلت سؤال مهم وحاجة مهمة، يعني الطفل اكيد مش هيعرف. بالمناسبة من اخطر الحاجات ان الأطفال احساسهم بالعطش ما هوش زي الكبار. الجهاز بتاع الاحساس بتاع العطش عنده مش هيعرف انه عطشان، وساعه ما بيبقى يحس انه عطشان معناه انه فقد من 5 الى 10% من السوائل جوه جسمه، ودي خطيره جدا، يعني معناه انه اقرب الى الجفاف. فانا مش عايز طفلي اطلاقا يحس انه هو عطشان، لانه حتى الكبار بالمناسبه، يعني حضرتك او حضرتك اوعى تستظر انك تحس انك عشان تشرب. انا بصدق انا حاطط ميه في العربيه، ميه في المكتب، ميه في الشغل، لانه ده كلنا بنشوف الاجانب، وكل واحد يكبر في العلم بتاعه والثقافه هتلاقيه ماسك ازازه ميه في ايده وهو ماشي، ولا في اي عيب ولا في اي حاجه في العربيه في بتاعه. مش لازم ميه معدنيه عشان ما حدش يقول لي الازازه، لا ميه من الحنفيه، ايه المشكله؟ لكن لازم تشرب وما تنتظرش العطش، والا هيبقى انت قاربت انك توصل لمرحله الجفاف، ودي من اخطر امراض الصيف. ده اللي هنحافظ عليه الفتره الجايه، ازازه المايه هتكون موجوده صحيح جنبنا، هنغسل ايدينا كويس قوي. والفواكه والخضروات مفيش تدخين في الصيف اطلاقا، التدخين ده ممنوع تماما. والله وطبعا النوم 7-8 ساعات، وممنوع التوتر، نو ستريس. يعني هتقول لي ازاي؟ ما اعرفش. هتقول لي اللي بيحصل في غزه مش عارف مين ستريس، ما اعرفش. هتقول لي الارتفاع مش عارف درجه، لازم حضرتك تتعلم درجه الحراره تتعلم تتكيف مع الضغوط علشان تقدر تزود المناعه بتاعتك. بنشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر الدكتور عبد اللطيف المرو، استاذ الطب الوقائي والصحه العامه بجامعه الزقازيق، شكرا جزيلا لك.